قال رئيس الجمهورية عمر البشير إن البلاد تعاني من التدخلات الخارجية، ودعا الدفاع الشعبي إلى تصميم برامج خاصة بالشباب من أجل حمايتهم من الغزو الثقافي الفكري والتأثيرات السالبة عبر الوسائط والفضائيات. الدفاع الشعبي يجب أن نصمم برامج على كل هذه البرامج. تحدثنا في العام الماضي على الكتابة الإلكترونية وعن الحرب النفسية، واليوم نحن حقيقة بنعاني معاناة حقيقية اللي أثرت في كثير جدا من شبابنا. عايزين برامج تصمم للشباب. شباب لما استنفرناهم للجهاد ما قصروا، فنفس الشباب اللي استنفرناهم للقتال نحن نستنفره إن شاء الله لعمل إيجابي من أجل البلد ومن أجل الوطن ومن أجل أهله.